بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان والأستوديو التحليلي لمباراة الناشئين. أهلا بحضراتكم في استاد الأشبال. النهاردة عندنا مباراة من العيار الثقيل، دائما وأبدا تمتاز بالندية، شباب الأهلي أمام شباب الإسماعيلي في الجولة الخامسة من بطولة دوري الجمهورية. قبل ما نروح نتكلم عن هذه المباراة وأبرز الأرقام والتفاصيل والإحصائيات، بنقول للكابتن محمود الخطيب كل سنة وانت طيب يا بيبو وعقبال مليون سنة. الكابتن محمود الخطيب بالنسبة لكل أهلاوي رمز كبير وأسطورة حقيقية، ربنا يمتعك بالصحة والعافية ودايما ناجح وعظيم. الكابتن محمود الخطيب نصف قرن في حب الأهلي. اللي سطر اسمه بحروف من ده، اللي اسمه تملي مربوط بالأدى، اللي سطر اسمه بحروف من ده، اللي اسمه تملي مربوط بالأدى، اللي لما نقول مهارة اسمه لازم يتذكر، اللي لو نذكر تاريخه كله لازم يفتكر، لازم يفتكر، لازم يفتكر، اللي شرف اسم بلده قبل ما يشرف ناديه، اللي اخلاقه ومبادئه تملي تتكلم عليه، اللي شرف اسم بلده قبل ما يشرف ناديه، اللي مشهور باحترامه من ايام ما كان لعيب، اللي حبه كل مصري هو محمود الخطيب. من الخطيب وعيشوه يا محمود الخطيب. لو بره الملعب او جوه هو باخلاقه زي ما هو، دايما كل صفاته الحلوه بتبان في غيابه وفي حضوره، الموضوع مش لعب وكوره، ده معلم استاذ اسطوره، لمحبه في قلبنا محفوره، واسال على بيبو جمهوره. لو بره الملعب او جوه هو باخلاقه زي ما هو، دايما كل صفاته الحلوه بتبان في غيابه وفي حضوره، الموضوع مش لعب وكوره، ده معلم استاذ اسطوره، لمحبه في قلبنا محفوره، واسال على بيبو جمهوره، واسال على بيبو جمهوره. اللي شرف اسم بلده قبل ما يشرف ناديه، اللي اخلاقه ومبادئه تملي تتكلم عليه، اللي شرف اسم بلده قبل ما يشرف ناديه، اللي اخلاقه ومبادئه تملي تتكلم عليه، اللي مشهور باحترامه من ايام ما كان لعيب، اللي حبه كل مصري هو محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب انا شخصيا شهادتي هتكون مجروحه فيه، لكن افضل عنوان نحطه للكابتن محمود الخطيب اللي هو اسطوره حقيقيه فعلا نصف قرن في حب الاهلي. نروح بقى لمباراه الاسماعيلي النهارده في الجوله الخامسه في